إيه كل البعد عن هذا الحكي. الإله ما يوعد الشعود، الإله ما يقعد يرقع لي بنات يقول لي إنا أنشأناهن إنشاءً وجعلناهن أبكارا. الإله ما يجي يقول لي بصورة النبأ وكواعب أترابة، يعني كواعب الأترابة تفسيرها إنه صدر الحورية كبير، إنه الإله ده يغرينا. أوكي، فالإله بيت كل البعد عن هذا الكلام نهائياً. أقول لك، هو اللي مسوي القرآن هو رجال لا أكثر ولا أقل. رجال سوى القرآن. التوراة والإنجيل والقرآن، هاي الثلاث كتب الإبراهيمية صنعت في الأرض، ماكو ولا حرف نازل من سماء أو شيء. بس هسه من واحد يسوي لك ترويج عن شيء يسوي هو وبس، وراح يعني هسه يسوي لحظة، كذي وراح أني يسوي أني كذي. أني أني هسه أخترع دين معين واخترع لي كتاب واقول لكم تعالوا أنا نبي وهذا دين ولازم تصدقوني. يابا شنو دليلك؟ أنا هو هيك. الدليل شنو؟ إنه هذا الكتاب نازل من السماء مالتك. لأن هو هيك نازل من السماء. يابا دليل واحد اعطيني. لا هو هيك، هو بعد نازل من السماء. أنت صديقي وأنا هسه أطلب منك طلب واحد. أنت شفت الإسلام دين ما يفهم، هذا هو اختار الصواب بالنسبة لك، بس لا تسوي بث وتسقط بالأديان. تحيات. أنا أما أحبك وأحترمك محمد حبيبي، أنا ماذا أسقط في شيء، مجرد أتناقش وخلاص، ولا أن أدعي أحد إنه يترك الدين. بالعكس، احتمال اللايف مالتي وهذا كلامي من دخل، يخلي الناس كل من عنده عقل براسه ويعرف خلاصه. كل من اللي اني هسه لو احكي وياكم من انا الالف سنه، انتم مقتنعين انه الدين هو صح، واني مقتنعه انه فكرتي صح، وكل واحد يعتقد انه هو صح. ماكو واحد يتغير، كل واحد وانه نفسيته. مثلا قدرت انه اغير حداك. من نفسي واقرا واوعى وافهم. لا لا أتحداك تجيب لي آية مثل القرآن ورا ما أخلص اللايف. طب لي خاص، عندي آيات كاتبها بالنص في الملاحظات، دي مو آية واحدة، آيات تخبل راح أعطيك إياها تشبه القرآن. تخبل كلامها يجنن، هم سجع وهم يعني كلام كهان وتنشي يعني، وكلام مرتب ويخبل. من يخلص اللايف أنا أعطيك إياها ولا يهمك. أقول لك، أنا ذيك المرة من شنيت إنه أني هم دا أحكي وياك وهذه هو والبيت، واحد إنه أجا دز لي خاص قال لي أصلا أنتي الله ما مقصر وياك يعني، يعني هو ما أخذ زين يعني الله إنه هو يعني مثلا إذا واحد يطلع من دينه هيك يسوي بيه ماذا يفتهم؟ إذا هو يعني دكتاتورية أكو بالموضوع، هو مو شيء يعني إنه مثلا أنا شوف إذا ما الناس أخذ وين رب وصلت. العالمين مثلا لا هو حول ولا ياخذ قوة إلا إيدي بالله. يشفي. زين اكو بيها ناس ما ماخذ ايدهم ورجلهم وهم مسلمين، هذول شو تقول عنهم؟ بالله وانا كل ما ما اصعد البيت مالتك يجيني تهديد جديد انه انت هيك وهيك ما وانت لو عشان. انا انت لو انا اللي كل ما افتح لايف ثلاث اربع رسائل تهديد تجيني، نقطع راسك وانت مرتد اي وانت يعني كذا وحط لك وبس. من اصعد وياك وهذي يجيني انه تهديدات وما اعرف شنو. هاي يعني عادي ما اهتم، يعني حرية رأي انا ماكو. عايشة باي برا باي ما باي، اخذ راسي. اسمعي شاهد اسمعي، حرية رأي ماكو. هو شنو ولا تسقط الدنيا وسقط الشرق الأوسط؟ ماكو حرية رأي، ما حد يقدر يعبر عن رأيه نهائيا، ما حد يقدر ينتقد شيء، ما حد يقدر يعني. مجرد الشك بالدين يعتبر فاجعة عندهم. واحد يحكي بدينه وينتقد أو انت يطرح اللي فكرة صارت أو يسأل، شايفة بلجيكا خلاص. ببروكسل؟ شنو شايفة بلجيكا ببروكسل؟ ما فهمت. محمد تهديد انت انه احنا ناس غير مؤمنين يعني، ويهددونا بالقتل. بس هذا الموضوع يعني ما يهددوني بالقتل، بس انه يقعدون يقولوا لي الله ما مقصر وياك. اي اوكي، انا يعني اشكر رب العالمين انه اخذ عيني لحتى انه اعوف هذا الشيء يعني صراحة. على فكرة ترى من هي طفلة عينها ماكو، يعني هي لا كانت تعرف شنو دين ولا أبد يعني، فماذا أفتهم يعني شنو هالتهديد اللي يجيها إنه أنت الله ما مقصر وياك والله أخذ عينك يعني، ماذا أعرف. شايفة شرعفو شايفني أنا ببروكسل ما رايحة صراحة، أبد ما رايحة ببروكسل. أنا عايشة إنه بأنتويرفن، فبروكسل ما وصلت لها، ممكن متوهم. بعد أنتم منو خلقكم؟ موضوع الخلق هو نفس السؤال خطأ يعني. أنا بالنسبة لي ما أقول اسمه خلق، شنو يعني خلق؟ ممكن توضيح لهاي الكلمة؟
وضحي لي هاي الكلمة يا أرجان، مدري ولد مدري مين، شو يعني خلق؟ مثل ما ذاك اليوم داحسي، شنو ما معنى الروح يعني؟ الروح شنو معناته؟ ممكن يوضح لي اياها. وما معنى الخلق يعني؟ شنو يعني خلق؟ شوفوا احنا ديننا الإنسانية لا نأذي أحد، لا ننافق على أحد، ولا نخشى على أحد، نحب الكل، نحترم الكل، عندنا الكل واحد. أوكي، وإذا أنا إذا ناقش إذا ناقش فكرة، أناقش شخص نهائياً. آية سورة الرحمن، مرج البحرين يلتقيان، أكو فاصل يفصل بينهم يختلطن، نازل من الله. نفس سورة الرحمن. ممكن أسألك سؤال يا ياسر؟ لفتتني ذاك اليوم صورة الرحمن، ما قصدك؟ أنا بروكسوس ما رايحة لها، ما أعرفها. بما أنه أنت جبت طاري صورة الرحمن، صورة الرحمن بداية تقول بسم الله الرحمن علم القرآن، خليك وياي مركز، خلق الإنسان علمه البيان، هاي بدايتها أول ثلاث كلمات. ممكن أعرف لمن علم القرآن قبل لا يخلق الإنسان؟ لأن هو قد علم القرآن بعدين خلق الإنسان. لمن علم الإنسان؟ مثل ما تقولون أن القرآن نزل على الإنسان اللي هو محمد، نزل على صدر محمد يعني. بما أنه تجب طاري صورة الرحمن، ترى أقول لك سالفة الإنسانية والدين والضمير وما أدري الضمير والإنسانية والأخلاق، هي قبل الأديان. الأديان هي كلها صار لها بالآلاف السنين، ترى من زمان ما يعني. ليش يعني هذول البابليين، ذول الفراعنة، الإغريق، زين، هاي الحضارات القديمة اللي كلها قوانين وكلها أخلاق وكل شيء، فلا تقولوا لي الأديان جابت للملائكة محمد؟ ما اروح يعني البروكسل انا يعني ما اوكي أحب. اوكي يعني الاحداث، احداث لحظه، الاحداث اللي موجوده بالقران يعني استغفر الله استغفر الله علمها للملائكه قبل لا يخلق الانسان.